مساء الخير مشاهدينا الكرام، كل سنه وحضراتكم بالف خير. حلقه النهارده جديده من المواجهه ولكن اكيد مختلفه بمناسبه العيد. كل سنه وحضراتكم بالف خير، اكون مع حضراتكم على مدار هذه الحلقه انا لما جبريل. حقيقه من الشخصيات اللي لمعت في الاختيار 2 خلال شهر رمضان كانت شخصيه الارهابي خيرت السكي. هو كان ضابط في العمليات الخاصه بالامن المركزي، ترشح لقوات مكافحه الارهاب في الامن الوطني، بس لما تعرف ان هو ومجموعه من زمايله زي ما تابعنا طبعا على مدار حلقات في رمضان بيحضروا دروس لبعض المشايخ المتشددين فكريا، تم ابعاده من العمليات الخاصه. بعدها انضم لتنظيم ولايه سيناء. الحقيقه انا مش حابه كمان اختزل مشوار الفنان الجميل طارق صبري في خيره السبكي، ولكن كل سنه وانت طيب يا طارق. ولكن يمكن هو المسلسل حقيقه من سيزن الاولاني الناس بتتابعه بشغف كبير، ويمكن دورك كمان. عايزه طبعا هسالك الاول على الاختيار، بس انا ما حبيتش اختزل كل مشوارك المشرف والجميل بشكل كبير قوي في خيرت سكي، على الرغم من انه دور هام جدا، وده انا اعتقد انه ممكن يكون ستاب او نقله ثانيه بشكل او باخر. بس خليني اسالك الاول على خيرت سكي. الحقيقه ان انتوا شبه بعض، يعني الواحد لما شاف الصور في فيزيكال ابييرنس الشكل الخارجي في شكل كبير بينكم وبين بعض. احكي لي عن استقبالك للدور ده وفكره الارهابي وفكره انه الشخص ده حقيقي، هل بيفرق؟ دي الصوره معانا على الشاشه لطارق ولخيرت. الحقيقه في شبه يعني كبير بينكم. الفكره ان انت تجسد شخصيه واحد موجود في الحقيقه بتفرق في ايه او بتفرق ازاي، وتحديدا انه ارهابي، واعتقد ان ده بيبقى ليها مسج او رسائل معينه قاصد توصلها للناس. بص، يعني اولا بشكرك طبعا على المقدمه العظيمه دي، واما بخصوص الاختيار او دوري في مسلسل الاختيار 2 اللي هو خيرت السبكي، طبعا احنا شفنا من الجزء الاولاني قد ايه ان مسلسل الاختيار بيتم التعامل معاه لانه مش مجرد مسلسل، يعني هو بيبقى عمل نقدر نقول توثيقي في شكل درامي لاحداث عدت بيها البلد وتضحيات قدمها يعني مؤسسات في الدوله. زي السنه اللي فاتت في الاختيار الجزء الاولاني كانت مؤسسه القوات المسلحه او الجيش، والسنه دي كان وزاره الداخليه بقى باجهزتها كلها وباداراتها. خيرت السبكي معروف طبعا من قبل كده، من زمان نزل له اخبار كتير، لان كانت المجموعه دي الخليه دي اللي هي الضباط المنشقين كانوا بيسموهم كده، واللي هربوا على سينا، وزي ما شفنا في المسلسل كانوا هم الضلع الاساسي اللي عمل نقله نوعيه في شكل العمليات في سينا من خلال ولايه سينا اللي كانت عاملينها هم هناك الارهابيين. يعني الدور حساس جدا، معاكي حق طبعا في شبه كبير، ويمكن كان الشغل في المسلسل ده بالذات في الجزء الثاني في عامل كبير قوي على ان الناس تبقى شويه شكلا فيها من بعض، فيها من معظم الادوار الحقيقه من الشخصيات، وده اشتغلوا عليه جدا في المسلسل، ودكتور بيتر يعني كان مركز على الموضوع ده، لانه برضو في شخصيات كتير ناس كتير احتكت بيها على الارض. يعني دور خيرت مثلا كل ضباط الشرطه يعرفوه، سواء دفعته او الدفعات اللي قبله او اللي بعده او اللي اتعاملوا معاه بعد كده في الشغل، سواء في الامن المركزي او في الامن الوطني. دور خيرت لما عرفنا هعمله الاول قبل ما اقرا اي ورق، هو انت هنا في اختبار بتتحط فيه، لان شغلانتنا كممثلين ان انت توصلي شخصيه معينه بابعادها، بحلوها بقى، بمرها، بمساوئها، بكل حاجة للجمهور. هنا انت بتلعبي في شكل مختلف شوية، في مسج هي العنوان الرئيسي في هذا العمل، وهو انك تطلعي الشخصيات سواء بقى الشخصيات البطولية، الناس اللي ضحت بنفسها او حتى ما استشهدتش بس قامت بأعمال بطولية، او الناس اللي اختارت كده، عشان كده اسمه مسلسل الاختيار، او الناس اللي زي الضباط اللي زي خيرت السبكي. فهنا خطورة الموضوع، هنقدمه ازاي؟ هل هنقدمه على انه شخص مجرد ضابط
لسع كده فجأة يعني فانشق وخلاص. انت عارف المشكلة مش مشكلة، بس انا لاحظت يعني في خلال الاعمال اللي بتقدم النوع ده من الدراما انه في بعض الشخصيات اللي بتبقى برين ووشت او مغسول دماغها، وبيبقى باين انه يا جماعة ده اتضحك عليه بالزبط. وفي شخصيات او ارهابيين تانيين بيبقى لا هو عارف هو بيعمل ايه طبعا، ده فكر بالظبط. فانت كنت هنا من خلال خيرت انا حسيت لا هو راجل فاهم، هو راجل عارف رايح يعني. ورايح ومقرر وهنا تكمن الخطورة ان انا ابقى راجل في بيت شبه يعني خلفية، عندي خلفية عسكرية في بيت أنا أولا، ثانيا يعني أبقى موجود كضابط شرطة وشاطر وعنده كريدت وفيت جدا ومترشح، وبعد ما خلص شغله في الأمن المركزي تم ترشيحه لجهاز الأمن الوطني عشان يدخل فرقة مكافحة إرهاب. فده راجل مش كاليبر أو مش عنصر عادي، ده عنصر نشيط جدا وعنصر خطر جدا، وكان بيتقال له كده حتى لما انضم للجماعه. يعني كان في مقوله كده دايما كانت تتقال له ان لو يعني الارهابيين او الدواعش دخل لهم واحد زي خيرت ده كل سنه احنا كده تمام، احنا كده تمام واحد بس كل سنه، لان الراجل فاهم كل الشغل بتاع ضباط الشرطه وفاهم هم بيشتغلوا على الارض ازاي، وقرر وخد طريقه. وكانت المشكله عندي بس في دور خيرت ده ان لازم يبقى في علاقه ما بين الممثل والدور، يعني لازم يبقى ليا مدخل ليه علشان اقتنع، ولو حتى اقتناع مش حقيقي، باللي هو بيعمله عشان اوصله مبرراته عشان اعرف اوصله للناس اللي بتتفرج. وهنا كانت العراقيل ان دور زي دور خيرت ده انت كل ما كنت بشتغل عليه حقيقي كنت بكرهه مش العكس. يعني في دايما حتى في الفيلن كاركترز العاديه مش الشخصيات الحقيقيه، انت ساعات بتقعي كده في غرام الشخصيه فتقدمي الشكل الشرير ده بس وانت مبسوطه لانك في الاخر بتطلعي وفاهمه ومقتنع بدوافعه، فعلى الاقل مصدقها وانا بمثل. هذه الشخصيه انا عمري ما اقتنعت ولا 1% باي حاجه، يعني كنت دايما عندي مشكله بعد كل مشهد، خصوصا مع تطوره في الاحداث زي ما شفنا على مدار المسلسل كل شويه اقف، يعني انهكت نفسيا جدا لان مش لاقي له دايما مبرر. يعني هو كان عنده مبرره الداخلي اللي هو الوحيد اللي مقتنع بيه، لكن اللي بيتفرج من بره في ايا كان شخص عاقل سوي استحاله يتخيل لو 1% ان واحد زي ده في مكانه ده يعمل كده ليه. طارق خليني ارجع برضو لنقطه ان انت بتجسد شخصيه حقيقيه موجوده، في ناس شافتها وفي ناس اتعاملت معاها كتير. اذا كان ارهابي او غيره وانت دارس يعني انا عارف بيفرق في ايه ان انت تجسد شخصيه كانت حقيقيه او حقيقيه، يعني كان بقى مشهوره ولا لا؟ بيبقى عليك عبء الجوانب اللي مش متشافه للناس. بمعنى يعني كان في شقين ممكن نبين منهم خيرت السبكي، الشكل الضابط اللي من بره، ثم بعد كده الشكل بتاع الارهابي العنيف اللي من بره اللي كان يعني عمل خبطات تصاعديه على مدار لغايه ما قدروا ان هم يخلصوا عليه قوات الجيش المصري. في جانب تاني بقى وهو ده الاصعب وهو ده المسج اللي احنا مقدمينها من خلال المسلسل، اشوفه في علاقاته بالناس حواليه عامله ازاي. لان في ناس كتير بتقع في الفخ ده يقول لك كتير قوي ايه الاوفر ده، بقى في واحد ظابط هيبقى كده هيروح كده بقى اكيد في عنده حاجه الناس ما باينوهاش. لا هو كان علاقاته بظباطه عامله كده بالظباط زمايله، كان في الاول مش باين عليه، مجرد بس متحفز شويه بيحضر دروس دين وخلاص، كان مش 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 محتاج حاجه لا ماديا ولا تقديريا ولا معنويا، بالعكس ده هو كان يعني يعني الرانكينج بتاعه في وسط الظباط زمايله يعني عالي جدا، يعني فرقه مكافحه الارهاب دي ما بترشحلهاش كل سنه غير 2-3 من الامن الوطني، فان هو يعني يبقى من الناس اللي داخلين فرقه مكافحه ارهاب ده، يعني هو مش محتاج حاجه تانية يعني عشان يثبت نفسه او يبقى عنده حته نقص جواه فبيعمل حاجه عشان يبان يعني فيطمع بانه يبقى امير جماعه، لا هو اوريدي ليه مكانته العاليه جدا في وسط زمايله. فهنا مهم جدا تبيني الجانب اللي حواليه بقى، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي اللي حواليه. ايه الريسيرش اللي عملته عشان تبين ده؟ والله بص يعني طبعا الحاجات في حاجات موجوده عنه طبعا اونلاين كتير، بس اغلبها مش أكيد. مش حقيقيه. هم امدونا بحاجات كتير بصراحه من خلال يعني يعني دايره العمل ووزاره الداخليه والكرو بتاع العمل نفسه بتاع المسلسل، امدونا بحاجات كتير عنه ما قبل وما بعد. حاجات يعني زي بايوجرافي كده عنه تعرفي كل حاجه عنه من قبل حتى ما يتحول، وحكاوي من ضباط كتير زمايله، لان للاسف
قابلنا ناس كتير كانوا يعرفوه معرفه شخصيه شديده جدا، ناس من دفعته، ناس اصحابه، ناس خدموا معاه، فبقى الكلام اللي بناخده منهم هو كلام حتى بوقائع، يعني ده كان في الحته الفلانيه احنا كنا مره بنتكلم انا وخيرت وقال كذا وعمل كذا، يعني فلميت عنه كتير قوي ما قبل. وما بعد بقى لمينا اكتر كانت حاجات زي يعني فيديوهات مسجله ليهم، حاجات هم كانوا مسجلينها جوه ولايه سينا. هل لازم الشخصيه اللي انت بتجسدها ايا كانت خير او شر بتلاقي مدخل كونكشن بينك وبينها؟ لازم لازم، لان علشان تتصدق زي ما انتوا شفتوا كده يعني يعني زي ما الناس اتفرجت، يعني الناس كانت في بعض الاحيان بتكرهني بجد، الناس كانت يعني طبعا احنا الجمهورنا واعي يعني فاهم ان ده في الاخر تمثيل، بس كان في حتت الناس فعلا بتبقى مستفزه جدا من اقل مشهد ليه هو يطلع فيه، لان حاسين ان هو هيعمل ايه وايه اللي مين هيموته الفتره اللي جايه. لا والحقيقه كمان نظراتك وحتى المشاهد اللي انت بتتكلم فيها قليل الواحد يعني في غل شديد يا استاذ طارق يعني بس احنا معانا اعتقد برضو من اكتر المشاهد اللي علقت مع الناس كان في مشهد مع كريم عبد العزيز كان تحديدا بيسالوا سؤال ليه الارهابيين بيستهدفوا ضباط الداخليه، فخلينا نروح نشوف المشهد ده ونعود بره كده. يبقى احنا خلصنا كل كلامنا عن التنظيمات الارهابيه وده موضوع محاضرتنا النهارده، بس في سؤال اخير عايز اساله لكم قبل ما نمشي. التنظيمات الارهابيه دي كل فتره بيبقى ليها هدف عايز تركز عليه، يعني مثلا في التسعينات كان هدفهم ضرب السياحه، بعد فتره لعبوا على حرق الكنائس عشان يعملوا فتنه طائفيه مع اخواتنا الاقباط. محد سأل نفسه دلوقتي هم ليه هدفهم مركزين على ضباط الداخلية والجيش والقضاء؟ اتفضل. بيرهقوا الدولة يا فندم وبيحاولوا يخرجوا مؤسسات الدولة عن مسارها، وفي اعتقادي يعني بيحاولوا يخوفوا الضباط اللي زينا. جزء من الإجابة سيادتك، عشان هم جزء من النظام وهم اللي بيساعدوا النظام على انه يحقق أهدافه وانه ما يطبقش الشريعة الإسلامية، عشان كده يعني هم شايفين ان الضباط والقضاء هما الطائفة الممتنعة عن تطبيق شرع الله. ده اسمك ايه؟ ولازم اول خيرة السلك يا فندم. تمام يا خيرة. هما بيقولوا كده او بيحاولوا يفهموا الناس كده. بس الحقيقة مش ده السبب. السبب ان احنا خليناهم يفشلوا في اللي كانوا عايزين يعملوه عشان يضروا البلد. اشوفكم على خير المحاضرة الجاية ان شاء الله. عيد الحب قرب. واحنا في مكانكم كنا بنعرف نتصرف. في عسكري هنا بيعرف يوصل ورد للحتة اللي انت عايزها. اعملوا بقى تحرياتكم وانا ما قلتش حاجة. شوفكم على خير، اتفضلوا. خيرت. هتجيب لخطيبتك ايه في عيد الحب؟ لا يا فندم انا مش مرتبط. اوفر برضه. اتفضل. انا اسف. خيرت باين هنا. يعني الاجابه كانت هنا. مرة واحدة وان شوت المشهد ده اخدته؟ كان اول مشهد ليه مع كريم كمان في المسلسل. ده باين بقى كتير من الشخصية خلاص. يعني ما بقيناش قاعدين بنتكهن يعني بشكل او يكره. انا وانا بتفرج عليه دلوقتي لا انا بقول لك ان هو ساكت. ده وهو ساكت انت قاعد بتبص كده ليه؟ يعني فعلا نظراته هم عندهم غل، عندهم هذا الغل تجاه كل مش كل مؤسسات الدولة، عندهم غل ما دام انت عكسي. وده اتقال حتى في مشهد تاني لإياد نصار يعني للشهيد مبروك في المسلسل، قال ان ما دام انت عكسي يبقى انت على طول خلاص يتم تكفيرك وانت كده ضد كل الثوابت اللي هي منها الدين. يعني هم مشكلتهم ده مفيش ارض واحده ينفع تتفاهمي معاهم عليها، يعني هو خلاص ما دام انت مش معاه في نفس الاتجاه انت اكيد ضد السياسه اللي معروفه مفيش وسط يعني. طب خليني بقى اروح حته ثانيه، ومهندس وبعدين فنون مسرحيه دين ارهابي لا ارهابي ده في الاخر الحقيقه وصل ارهابي في الاخر بعدين بعدين مراسل ثم مذيع وفنان. انا الترتيب مش عارفه اذا كنت قلته صح ولا غلط. في حاجات بس قول لي اللعبه دخلتها ازاي. مفيش والله مش عارف، هي هي كده يعني ما كانتش مخططه يعني هذا التخطيط. انا اصلا دخلت هندسه، كنت بدرس هندسه انا من وانا في ثانويه عامه يعني بمثل من وانا في اعدادي يعني، بس ما كانش في دماغي ان انا هحترف يعني التمثيل، يعني كنت دايما شايف ان التمثيل هتبقى حاجه جنب الهندسه جنب شغلي يعني سواء هندسه او غيره. وكنت عايز ادخل هندسه وكنت بحب الهندسه المعماريه جدا من وانا لسه في ثانوي، وكنت بحب الرسم جدا يعني.
يعني كان عندي الحته الفنيه دي بس كانت طالعه اكتر في شغل العماره يعني مش يعني ما كنتش في دماغي ان انا هخش معاه فنون مسرحيه من الاول واخش وادرس. كنت مثلا في الويك اند كده لو عندنا اجازه نروح نعمل شورت موفي كده انا واصحابي، يبقى حد بيعمل مثلا مسرحيه في حته فنساعده وحاجات كده. لكن بتحب هاوي. وفي المدرسه نفس الكلام. كنت في فريق التمثيل بتاع مسرح المدرسه من وانا في ثانيه اعدادي ما ثالثه اعدادي يعني. لكن دخلت هندسه عادي خالص وتخصصت في هندسه معماريه في هندسه القاهره. وعلى فكره اتخرجت واشتغلت كمان مهندس فتره يعني، قعدت اشتغلت شويه في كيان ما يعني، وبعد كده كمان عملت شغل انا الخاص. في الفتره دي بقى اشتغلت مراسل بالصدفه. بالصدفه كنت بقى يعني كانش دماغك خالص. كنت يعني بحب تقديم الحاجات وبتاع يعني زي في المدرسه او اعمل يعني برزنتيشن في الكليه، لكن مش في دماغي يعني انا هشتغل يعني مقدم برامج او مراسل. وجم عملوا مره حاجه كده عن حاجه دوكيومنتري عن مكان انا كنت ماسك الانشاء بتاعه، كنت بروجكت مانجر في مشروع كده يعني طور كده كان بنعمل فيه شغل متقدم شويه كده في يعني في نظام التكييف ونظام الـ 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 الحاجات اللي على الواجهات يعني كده، فبنعمل كده زي موفي صغير يعني. فبالصدفه الراجل ما جاش اللي هيعمل معاه اللقاء، فشرحت لهم، انا لفيت معاهم فشرحت. فلما راح القناه طلبوني قالوا يا عم احنا عايزين نقعد معاك ما تيجي نشتغل في حاجه هندسه ايه تعالى. وفضلت جنب شغلي كمهندس بشتغل مراسل لغايه ما بعد كده بقيت مقدم لبرامج يعني دخلت استوديو بعد كده. وبعد كده بس وجيت في وقت بقى ما كده قلت لا خلاص بقى مش لاعب ودخلت بقى معهد فنون مسرحيه صرف بقى خلاص طالب. قررت انك تمثل طالب بقى خلاص. لقيتني مش قادر يعني لقيت شغلي كموزيع مش مديني اللي انا عايزه وبشتغل جنبي كتير قوي يعني بفضل انا لو جت فرصه في حاجه حد بيدي وركشوب من بره اروح يعني. لقيت اغلب طاقتي رايحه في الحته اللي انا برضو بحبها فقلت خلاص ودخلت بقى طالب عادي في اولى معهد فنون مسرحيه في اكاديميه الفنون كده باشا كده طالب كبير كده داخل كده يعني. حتى كان المعيدين اللي عليا اصغر مني يعني كان المعيد اللي عليا يعني ممكن يبقى اصغر مني حتى بسنه سنتين. بس تحب المسرح انت يا طارق؟ جدا. انت ليك كذا تجربه جدا 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 جدا. انا اشتغلت مسرح كتير يعني في معهد فنون مسرحيه انا اشتغلت كتير المسرحات لغايه دلوقتي حافظها يعني بالاسم. عملت حاجه اسمها الدائنون كانت اخراج دكتوره سميره محسن، وعملت مسرحيه اسمها عفوا انا مؤلف دي كانت اخراج دكتور اشرف زكي، وعملت الوافد لميخائيل رومان دي كانت اخراج دكتور سناء شافع. عملت حاجات كتير. بيفرق في ايه؟ لان انا مره طارق سمعت جمله من استاذ يعني كبير فنان كان قاعد بيتكلم عن الوضع الممثل الاكاديمي وروح الهواه او روح الهاوي ان هو يحافظ على روح الهاوي، فقال ما بحبش اتفرج على نفسي كتير عشان لو في غلطات ما مرصودهاش اسيبها. تمام. بتفرق في ايه؟ وهل ده حقيقي فعلا؟ بصي هو الفرق ايه؟ هو يقصد هنا مش الهاوي بفكره الهاوي اللي هو ما هي الشغل الهاوي ده الاماتيور ده اللي هو يعني اللي هو عنده فطره موهبه. لا هي دي بقى اللي انا اقصدها. عنده فطره او موهبه بس مش متوجهه صح او ما طبعش عليها بالشكل التكنيك شويه. بمعنى ايه؟ يعني انا همثل قدام كاميرا طبعا مهم ان انا يبقى عندي الموهبه ان انا لما يجي لحظه معينه في المشهد احس الجمله دي فعيط. التكنيك يقول ايه بقى؟ ان انا اعيط ناحيه الكاميرا. اوكي. الهاوي هيعيط بس ممكن يعيط ويدي ظهره للكاميرا. ده الفرق. دي يعني قلتها لك في مثال بسيط. فهي دي الفرق ان انا يبقى افضل محافظ على الشغف ده. شغف الهواه هو يقصد هنا مش ان الهاوي ما يبقاش عنده حرفيه ممثل. لا يقصد الهاوي ان عنده الشغف ان هو ما يخافش ان هو مش يقول دلوقتي انا نجم طب هطلع اعمل مشهد. الهاوي يطلع ما يفرقلوش. الشغف اللي عنده ما دام استفز الدور هيعمل اي حاجه. لو قلت له الوقت يطلع مثل ليه بحس الناس بتوع المسرح بيحافظوا على الحته دي جدا لان هو وبيستمروا انه عادي ممكن يطلع دور تاني مشهد ادام حلو واكتريتهم كده ما بيخافوش. ده الفرق. لان اللي بيشتغل على مسرح بيشتغل هو بيتغذى على الطاقه اللي بتطلع له من الجمهور. يعني شغل كتير قدام الكاميرا وبعدين تيجي تقولي كده هنعمل مثلا يوليوس قيصر ممكن يجي يتفرج عليها مثلا 150 شخص في كل المسرح. ممكن اقعد اعملها بروفات شهر واسيب كل حاجه ومنقطع لها ومتمزج جدا. ده المسرح. الطاقه دي لان في حاله في جنين بيتولد وانت على المسرح يعني وانت اول ما بتطلعي كده قدام الجمهور
في جنين بعمر الفترة المسرحية دي. لو هي المسرحية ساعة ونص، في بيبي بيتولد عمره ساعة ونص بينك وبين الجمهور في التوقيت ده. الجمهور بيفضل يتفاعل معاكي وبيفضل عينيه ماشية معاكي طول ما انت بتعملي ومركز، ولو عملت حاجة بيعيط ولو عملت حاجة بيسقف لك. ساعة ونص ده استحالة، مهما كنت انت نجم سينمائي مكسر الدنيا ما بتاخدش ده غير وانت داخل كده في العرض الخاص بشوية البتاع والتسقيف اللي جوه في بتاعه ويتروح، وممكن تموت من الاكتئاب حاسس ان انك لوحدك في الدنيا وبيتفرج عليك 50 مليون. المسرح مش كده، المسرح يعالج. يعني انا في بعض الفترات عملت مسرحية اسمها يوم ان قتلوا هناء، دي كانت ما بعد وفاة والدي ووالدتي على طول. المسرحية دي هي اللي عالجتني نفسيا. يعني المسرح حالة انا بشوف اللي ما بيشتغلش مسرح ده يعني فايته، مقصر في نفسه كتير كتير كتير، مقصر في حق نفسه. عالجتك ازاي يا طارق؟ بتطلع كل حاجة. احنا دايما مجتمعنا الشرقي صعب حاجات كتير قوي انت تطلعيها، بالذات لو راجل، بالذات لو راجل. ساعات بيجي بقى حاجات تتوافق مع حالتك النفسية ان يبقى عندك المجال انك تطلعي كل حاجة. ما هو انا مش طارق، انا اريوس مثلا. اريوس ده البطل، فانا اريوس، فبتقلع العباية دي بتاعت ان ما ينفعش، او ان لازم تبقى مش عارف ايه، لازم تبقى جامد، ما يصحش. الحاجات التابوهات دي بتتكسر وترميها في الدور اللي انت بتعمليه قدام الجمهور. والجمهور بيقبله وبيعالجك كمان، وبيفضل يسقف لك وبيفضل يتفاعل معاكي بحالة استمرارية يومية. لو رحت مرتين عند دكتور نفسي في الشهر هتدفعي دم قلبك، وبعدين هتبدأ تعيط على الفلوس اللي بتدفعيها، مش هتعرف تتأثر، هيبدأ يجيلك اكتئاب. يعني طب يعني اكتئب شوية ولا روح له؟ هتبدأ توزني من السيشن. لكن المسرح مش كده، المسرح بيجيلك 500 واحد 400 واحد هم جايين علشان يساعدوا. انت بتفرغ طاقة، انت قلت نقطة مهمة جدا، بتفرغ طاقة. بس خليني اسألك، بعد ما عملت خيرت السبكي يعني، وناس كتير ممكن تخاف من فكرة الإرهابي ان انا ببقى ماشي في الشارع الناس بتبص لي، لانه في كتير ما بيفرقش من كتر التأثر، ممكن ما يفرقش ومتخيلة انه لسه يعني. ايه الدور اللي لو جالك لا يمكن تعمله؟ ده سؤال صعب ده. مش عارف يعني، مفيش تصنيف معين. يعني مفيش حاجة معينة يعني، بس ممكن يعني لو دور مثلا راجل شاذ مثلا، لا مش هبقى مقبل عليه، مش هبقى فاهم يعني هطلع عليه طب المثال ده وهشتغل عليه ليه، هيستفيد منه الناس بإيه؟ لأن أنا دايما بعمل إيكوال كده، أي حاجة بقدمها اللي هيتفرج هيستفيد إيه من ورا الدور ده. ففي حاجات كده ممكن ما استلذهاش، يعني ممكن ما احسش ان ده اصلا. زي مثلا لو دور مثلا حد مثلا لا قدر الله يعني مثلا اعتدى مثلا على بنته، او مثلا عمل حاجه في والدته وموتها، في ده ممكن يحصل، انا ما بقولكيش ما يحصلش. بس ساعات انا ما احبش حتى لو هيبقى ده مفيد لوعي الجمهور، اخاف من النماذج دي اللي تفيد مثلا 10-20% وتيجي على هوا 10-20% تانيين فيقلد. لان مش كل بيتفرج عليك عنده وعي. ودي كانت دايما الخناقه ما بين السينمائيين، بان احنا فنانين، ان احنا ناس تطلع شكل مصر بشكل وحش في العشوائيات، ويقول لك ده صوره، فتقول له يا عم يقول لك ده اللي موجود. فاقول له طب ما غيرك عندهم، بس ما بيبينش ده. ما تحسن صوره، ما انت المفروض انت بتبني في اللي بتقدمه في التلفزيون او في السينما، بتبني الجيل 10 سنين قدام. يعني اللي دلوقتي عايش في ده، دي الخناقه الاكبر فعلا. فهي دي النقطه، ان طب مدى الافاده اللي هتروح للناس اللي بتتفرج، هل تساوي ان ناس تانية ما تستفدش وتاخد كده وتعمل وتقلد، زي ما بنشوفها في شخصيات مثلا، حد يعمل شخصيه بلطجي فتلاقي في ناس استفادت ان ما تتعاملش مع ده، بس تتعلم برضو الطريقه. لكن 95% بيتعلموا يعملوا زيه. فده اللي بنقابله هنا دور الفن بقى، والناس القائمين سواء ممثلين او اللي بيكتب او اي حد، ان هو دايما لازم اقيس بالميزانين. هل اللي هيتقدم ده فايدته عاليه بالنسبه للسلبيات اللي ممكن تحصل؟ لو فايدته عاليه اشتغل. لكن لا، ده في ناس كتير ممكن يبوظ لها دماغها، وهم 5% بس المثقفين هم اللي هيفهموا انت قصدك ايه. لا بلاش منه يا عم. لانك في الاخر بتتعامل مع شعب كامل، مع 100 مليون، مش بتتعامل مع 3-4 مليون اللي على الفيسبوك، اللي احنا كلنا عارفين نفسنا وبنقعد نقول على المسلسل الفلاني واو. احنا كلنا اللي على الفيسبوك دول حبه قد كده، في ناس ملهاش علاقه بينا،
ده حقيقي في عالم ما لهمش علاقه باللي احنا بنهري بيه ده بيننا وبين بعض والحاجات والشبهات اللي بنقعد ننزلها ونطلع. في ناس في حته تانية خالص بتتاثر، عينيها بتشرب بتقلد. صح. فده ده الخطر. بما ان انت بقى جبت سيره فيسبوك، اخبار السوشيال ميديا ايه؟ والله انا مش لا انت اكتف على انستغرام يا طارق؟ لا اكتف يعني، بس تلاقيني دايما بنزل حاجات شغل بس ما يعني، لكن مش اكتف يعني. لا اصل في مش ناس انفلونسر يعني، أيوة مش مؤثر يعني، في ناس تقعد تنزل يعني يعني حاجات كتير وبتاع. انا مش من النوع ده يعني، مش من النوع ده يعني، ما بحبش. ما بتحبهاش عامه السوشيال ميديا؟ لا مش ما بحبهاش، بحبها بس يعني ايه، ما بحبش تقتحمني يعني، ما بحبش الناس تبقى عارفه كده يعني شكل اوضه نومي ودلاقي انتوا مالكم يا جماعه يعني، يبقى او اللبس مثلا يعني شكلي يعني. ساعات بعمل ده لما مثلا يبقى حد يعني مثلا حد عامل براند جديد فبنشجعه. تهتم بالبراند المصريه؟ بصراحه يعني اي حد بيقول لي على اي حاجه مصريه بتبقى مش جايه من بره يعني عاملها جديده بنزل يعني، بصراحه بعمل كده يعني. يعني بحب كان شغل بعض يعني. خليني اسالك اللي جاي ايه؟ تصور ايه؟ بتعمل ايه؟ بتقرا ايه؟ بص عندي حاجه كده يعني بس لسه يعني مش اكيده يعني، بقراها كده حاجه ان شاء الله تصور ما بين هنا وبره باذن الله، بس يعني مش حابب اقول تفاصيلها غير لما يبقى يعني خلاص يعني مضيت، ما مضيتش لسه يعني. بس هي هتبقى حاجه تاريخي شويه، بس مش شخصيات يعني حقيقيه يعني. فده اللي شغال عليه يعني، وقراه كده من اول رمضان يعني كده، جات لي منه كذا حلقه، هيبقى حاجه زي سيزون يعني كده. حاجه اللي هي بتبقى حلقات اطول شويه. ايوه بالظبط. مشروع يعني مش يعني انتاج خارجي، مش انتاج يعني في مصر يعني. فده اللي بقراه دلوقتي وبس يعني، ما فيش بقى حاجه تانية يعني. قاعد كنت باخد اصداء الارهاب. اصداء خيرت. طارق انا بشكرك، شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب وشرفتنا. شكرا يا طارق. طارق صبري الفنان الجميل. كل الناس طيبين يا رب. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير واكون في انتظار حضراتكم.